دي اللعبه ايه، والحكم ادى قراره وضرب ركني. لعبته سياره طارق السيد، وطارق بيلعب وحسام، وهدف 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 عبد الحليم علي، وهدف عبد الحليم علي، هو ده القناص والهداف. الدقيقة 41، عبد الحليم علي يستغل خطأ لدفاع المصري، وهدف في الدقيقة 41، الدقيقة 41، وهدف عبد الحليم علي لنادي الزمالك. حلوة حلوة. ادي اللعبة حازم لعب ورا لطارق، وطارق لعب خبطت في الدفاع ورجعت، ادي حسام جاي من ورا، ابراهيم اللي جاي من ورا لعبها ومكمل، عبد الحليم متابع، وهدف جميل، قدر يجيب جول، واضطر يرجع لورا، واضطر يرجع لورا، والكره العرضيه الناحيه الثانيه، وعبد الحليم الهدف الثاني. يا سلام يا سلام يا سلام، وعبد الحليم الهدف الثاني، قناص وهداف، والدقيقه الثانيه تشهد الهدف الثاني، عبد الحليم علي. يا ولد يا ولد يا لعيب. حسام حسن ضرب الدفاع وعدى، مشيت الكره معاه، ما وقفت، لعبها لورا، اتلعبت من طارق عرضيه عشان عبد الحليم علي يجيب الجول الثاني. جميل جميل جميل، عبد الحليم علي. ادي اللعبه اهي، وقفت الكره تحت رجله، مشي حسام لعبها، وقفت ثاني، بيضطر يرجع لورا، عيل ورا، وادي على طول بتتلعب بالعرض من طارق السيد اريا، وادي عبد الحليم في زاويه ضيقه على طول، وهدف. يا سلام على الاهداف، هدف واثنين الزمالك لا شيء المصري. اهي اللعبه تاني، زميلنا ابراهيم محمد عبد الواحد، طارق السيد، محمد عبد الواحد، طارق قدامه، رقص وموق وعدى من الغنام، وبوش رجله حلوه، بيلعبها لابو العلا، وابو العلا لاحمد صالح في اليمين، واحمد صالح جاي له ابو العلا تاني، استلم منه ابو العلا، بيفكر، لعب لحسام، وحسام عايز يعدي، صعب جدا، اتشاط عبد الواحد، والهدف الثالث، محمد عبد الواحد، والهدف المفاجئ الثالث، محمد عبد الواحد، والهدف المفاجئ الثالث، في الدقيقة 44، محمد عبد الواحد، مفاجأة، وأصحاب الأقدام اليسرى على طول، محمد عبد الواحد، وثلاث دقايق وقت ضايع في الدقيقة أو الثواني الأخيرة من المباراة، المفاجأة زاحفة على شمال هلال الهلال، محمد عبد الواحد، والهدف الثالث لنادي الزمالك. أصحاب الأقدام اليسرى جايين من الخلف، في الشباك حسام حسن، والهدف الاول لنادي الزمالك. يا سلام على التمريره وحلاوتها، وحسام حسن يقطع في الوقت المناسب ويحطها بخبره السنين كلها على يمين يوسف طاهر، الهدف الاول لنادي الزمالك. لكن السر، يا سلام، بقول لكم مهندس الكوره المصريه الجديد حازم امام، لحسام حسن قال له يلا روح هات جول، خلاص ما فيهاش كلام، حسام حسن قبل الهديه وحطها على يمين يوسف طاهر في الدقيقه 29، يتقدم الزمالك 1-0. يا سلام يا حسام، يا سلام يا حازم، حلوه 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 حلوه. حسام حسن الدقيقه 29 الهدف الاول، في نص ملعبها محمد ابو العيله بيلعبها حلوه لوليد عبد اللطيف اللي بيعدلها حلوه، يا ولد يا ولد، 10 على 10 يا وليد، 10 على 10 يا وليد، لعبها حلوه حلوه حلوه، بيعدلها على صدره وبرجله الشمال قنبله في مرمى محمد حسين، ليتقدم نادي الزمالك في الدقيقه 11 1 بهدف وليد صلاح عبد اللطيف. هدف جميل جدا شفناه تاني اهو، ملعوبه حلوه حلوه من محمد ابو العيله، ملعوبة حلوة جدا، وأحلى وأحلى من وليد صلاح عبد اللطيف، بياخدها على صدره ويلف ويلعبها برجله الشمال قنبلة تسكن سباك محمد الغندور، لحسام حسن، لحسام مرة ثانية، لخالد، يا ولد يا ولد يا خالد يا غندور، جون جون، حلوة حلوة حلوة، 10 على 10 يا خالد يا غندور. لعب حسام حسن لخالد غندور، خالد غندور بص زمايله انه هيلعب لهم، محمد حسين حارس مرمى الترسانه بينخدع الحقيقه بلعبه خالد غندور، يديله حسام حسن بس انه هيلعبها له،
ولكن بشوطها قنبله في الزاويه الضيقه يتقدم نادي الزمالك 2. الوقت بدل الضايع، وليد عبد اللطيف بياخد فاول، وعلى طول بتتلعب محمد عبد الواحد و... وسام نبيه بيخطف باقتدار الحقيقه. وسام نبيه في الدقيقه الثانيه من الوقت بدل الضايع. 1-0. العرضيه، العرضيه لمين؟ مستني ابراهيم. الله 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 الله، حلوه حلوه حلوه. هدف عائلي، هدف عائلي، لكن يدخل معاهم طارق السيد. هدف رائع وجميل يحرزه حسام حسن، انما ايه الجمال من ابراهيم حسن، والجمال الجمال من طارق السيد. شوفوا الكره دي مره ثانيه، ادي الكره العرضيه من جنب خط المرمى، وعلى طول وش رجله الشمال فيرست تايم حلوه، بترد من رجب عبده، تلاقي الكره على طول حسام يحط الكره في رجب. كان جاب جول اسامه المباراة اللي فاتت، وادي الهجمة الثانية المرتدة، وخطر خطر، جول جميل 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 يا عبد الحليم. عبد الحليم يغرد في شباك أسوان، مش ممكن مش ممكن. شوف الكرة الحلوة دي، شوف الكرة الحلوة دي، ضرب الديفنس كله وضرب مصيادة التسلل اللي كان عايز ديفنس أسوان يعملها، ويا سلام في لحظة تقدم حارس المرمى رجب عبده يحرز عبد الحليم علي. وانطلاقة ومحاولة وخطورة وفرصة، لكن رجب طلب تاخد منه لسه حسام، حسام حسام بيقول له جيب جول. الهدف 137 لحسام حسن، مفيش دقيقة، دقيقتين دقيقتين. ادي الصراع على الكورة، أسامة بيقع على الأرض، ورجب بيقع، وقبل ما يمسك الكورة على طول بيسند الكورة عبد الحليم في الدقيقة 13 دقيقة 14. عبد الواحد السيد اللي استعاد ثقته بنفسه، ونشوف الكورة دي وفيها خطورة، فيها خطورة، وحتى هوبا جول، هوبا جول. يا وليد، يا وليد، يا وليد، الجول الرابع لنادي الزمالك، الجول الرابع. بقول لحضراتكم مباراة سهلة، نزهة لنادي الزمالك في جزيرة نباتات أسوان كده، مش ممكن. أدي الكرة، شوفوا حضراتكم لم لمة حلوة قوي، وظبط على رجله الشمال أحلى، وحط الكرة تحت الإيد. 10 نوفمبر إن شاء الله، إنما مباراة حرس الحدود هتلاقي في ميعادها 8 نوفمبر بعد العودة من شيخ الإمام المازندي. وأدي المحاولة لطارق السيد، وفيها جول، فيها جول، فيها جول. العمدليب يغرد، العمدليب يغرد خارج السرب بالنسبة لنادي الزمالك، ويرفع رصيده إلى 5 أهداف يتصدر بهم قائمة هدافي نادي الزمالك، وينافس على صدارة الهدافين من بداية الموسم لهذه البطولة. يا سلام يا سلام، يعني ضربة رأس رائعة سهلة ممتعة، وتمريرة حريرية ناعمة كده من طارق السيد. شوف حضراتكم، مفيش أي معاناة، مفيش أي رقم. 38 دقيقة، وتامر عبد الحميد، وتامر وحسام، وتامر وتامر، وجول جول. الجون الاول لنادي الزمالك 1-2 من حسام حسن وتامر عبد الحميد، بيحرز تامر عبد الحميد منقذ نادي الزمالك. بيفكرنا بهدف الرجاء، ولا هل تامر عبد الحميد هيصبح منقذ نادي الزمالك؟ اهو هنشوف الهداف الجديد لنادي الزمالك تامر عبد الحميد، بيحرز هدف نادي الزمالك في الدقيقه 39 من الشوط الثاني. وما حدش احسن من حد، يعني انبي حط جون في الدقيقه 40، والزمالك رد عليه في الشوط الثاني في الدقيقه 39. خلاص تامر عبد الحميد قفلها بعد لما كان في تفوق عليه. وادي ابراهيم بدا هو اللي يطلع في نص ملعب ابراهيم، ولعبها حلوه قوي ومش اوف سايد. وحسام، وجول جول جول اخوي، جول اخوي، جميل جدا جدا، جول اخوي من ابراهيم لحسام، وفي غفله من حرس الحدود اللي فاتح لعبها ابراهيم، جميله جدا لحسام في الدقيقه 22. ابراهيم حسام حسن في الدقيقه 22 من الشوط الاول. هذه جماهير نادي الزمالك المتابعه لفرقتها، وواحد واحد
يعني على طول نادي الزمالك عمل تغيير جوه الملعب، رجع تامر ورا عشان يوقف الهجوم بتاع اكرامي وعمرو الدالي، ونجح فعلا. وابراهيم بقى يلعب في نص الملعب، وحسام خد تمريره حلوه 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 زي ما حضراتكم شفتوا كده. تماس لصالح الزمالك، لعبت بسرعه على الطرف الثاني داخل منطقه الجزاء، خط الخطر واتعملت لاسامه نبيه، وخبط لاسامه نبيه حولها، والهدف الاول لاسامه نبيه، الهدف الاول لاسامه نبيه، عملت حلو قوي في غفله من دفاع نادي المنصوره. ما في الدقيقه 16 او بنلعب في الدقيقه 17، الهدف الاول لاسامه نبيه، لعبت بسرعه هنا عبد الحليم علي لخروج طارق السيد، دخل منطقه الجزاء، وهنا في خطوره طبعا، عملها عرضيه مع كمل ورابط مع عبد الحليم علي، يعملها كده في العرض، خبط في رجله وتحولت للمرمى الخارج عشان يحرز اسامه نبيه الهدف الاول للزمالك في الدقيقه 17 او في الدقيقه 16 ونص. لكن السرعه اللي لعب فيها نادي الزمالك رامي دي التماس هي اللي عملت الهدف، مع شايفين كل لعيبه نادي المنصوره بيعترضوا على الهدف وسابوا تحركات نادي الزمالك. طارق السيد دخل منطقه الجزاء، هنا بقى في خطوره مرمى وعملها بالعرض، كمل حلو قوي وربط اسامه نبيه. 38 دقيقه والزمالك فائز حتى الان بهدف يتيم باقدام اسامه نبيه. طارق السعيد على الضربه الحره المباشره وتحركات من لاعبي الزمالك والمنصوره داخل منطقه الجزاء، اتلعبت وتعدت وهدف في مرمى، هدف في مرمى، الهدف الثاني في مرمى نادي المنصوره. هنشوف مين اللي تسبب في الهدف، لكن اتلعبت حلوه قوي على الطاير قريب، رقم 10 راس الحربه لفريق نادي المنصوره، بدل ما يحط لنادي المنصوره هدف في مرمى الزمالك حط رجب محمود هدف في مرمى، لكن هارد لك طبعا مش قصده، بيحاول ان هو يخرجها لكن قلشت من رجله من دماغه وبقت في مرمى. هجمه مرتده سريعه اتلعبت بالعرض لكن بيخرجها على طول وائل، وترجع لعبد الحليم علي والهدف الثاني. يا سلام يا عبد الحليم علي، يا سلام يا عبد الحليم علي، واحدى البصمات في المباراه حتى النهارده، استطاع عبد الحليم علي يحرز الهدف الثالث للزمالك مع نهايه او في الوقت المحتسب بدل الضائع، عبد الحليم علي بيحرز الهدف الثاني. هذا احمد صالح نجم المباراه حتى الان، والعرضيه من احمد صالح بتروح على طول في السكه بين رقم ثلاثه وائل شعبان، بيقع على الارض يخلصها عبد الحليم علي بمهاره، بيسد على ركبته وبيسدد في المرمى الخالي، تعدي من تحت. ياسر رضوان عاوز يعمل هات وخد، انما فهمها مدحت وياخدها مدحت عبد الهادي وجابها الشمال مفتوح، انما داخل مدحت وبيشوط وهدف، الهدف الاول لنادي الزمالك من مشوار كبير جدا لمدحت عبد الهادي، وسعوا له السكه ومشى مدحت وكوره على رجله اليمين، والكل فاكر انه هيجيبها على رجله الشمال ويطلق قذيفه في الدقيقه السادسه بقدم اليمنى وليست اليسرى لمدحت عبد الهادي ليبيض الملعب زي ما انتم شايفين، وتقدم الزمالك بهدف لمدحت عبد الهادي في الدقيقة 6 من الشوط الأول. شوف مشى مشوار ما حدش قبله، مشى مدحت وجت على رجله اليمين وشاط قنبلة تعدي وتخش على شمال عصام الحضري عشان يتقدم نادي الزمالك بعد 6 دقايق بهدف لمدحت عبد الهادي. زي ما حضرتك الزمالك تتلعب الكورة على طول وتطلع بره الملعب أوت، بتلعب اماميه لطارق السيد ومشوار ونفس اللعبه، انما وائل يحط رجله وهدف 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 هدف عبد الواحد، عبد الواحد يحط هدف الثاني في نفس الدقيقه، في نفس الدقيقه عبد الواحد محمد عبد الواحد يحط الهدف الثاني. بقول لحضراتكم مباراه هيبقى فيها اهداف محمد عبد الواحد في الدقيقه 15 من الشوط الاول، ومن هجمه ياخدها برضو من طرف الشمال طارق السيد، اهو شوف حضراتكم اتلعبت على طول وطارق السيد يخش ويلعبها عرضيه تروح لجمال حمزه يطلعها على طول وائل جمعه، انما يتابعها على طول محمد عبد الواحد، شوف مره ثانيه اهو وتتقطع وتروح على طول لمحمد عبد الواحد اللي ما حدش بيلعبه ويشوط قنبله، بتصبح النتيجه 2 الزمالك 1 النادي الاهلي. مباراة غريبة جدا، مش غريبة ايه؟ غريبة في ادائها وادائها جميل حتى الان. زميلنا حسن يوسف بيعتها، وادي اهي طارق السعيد وضربة الجزاء على طول. طارق السعيد معاه على طول الرقابة وضربة الجزاء، اهي اهي اهي، وعلى طول صفارة ناصر عباس مدي ضربة جزاء لصالح نادي الزمالك. بداية سريعة للزمالك اعزائي المشاهدين، والدقيقة الثالثة بتشهد ضربة جزاء لصالح نادي الزمالك. وائل الأباني هو اللي جاي يلعب ضربة الجزاء،
وائل الأبعيني وأحمد صابر. ناصر عباس على طول صافرته جنب اللعب ومدي ووائل وناصر، وائل وصابر وناصر وائل، والهدف الأول وائل، وعلى يمين أحمد صابر، والهدف الأول لنادي الزمالك في الدقيقة 1 الزمالك لا شيء المقاولين العرب. وائل الأبعيني هدف جميل، ملعوبة حلوة بثقة، وائل الأبعيني بيجيب جول جميل لنادي الزمالك. دي الرابعة، وائل الأبعيني هدف، اهي اللعبة بتتعد لنا، اهي داخل ولعبها على يمين احمد صابر، هدف. وائل بيلعب لتامر عبد الحميد، شوف بقى التحضير كتير ازاي، توصل لمحمد عبد الواحد تاني ورا لتامر عبد الحميد. تامر عبد الحميد بيدي فرصة ان في كل فرقة المقاولين ترجع على طول، التحضير لما بيبقى كتير ما بيديش الفرصة التام. احمد صالح دخل لجوه، ماشي احمد صالح ولم تاني وبيلعبها الناحية التانية تامر عبد الحميد اللي خد الجانب الايمن. تامر وهو معاه بيلعب روبرت، وهات وخد، وتامر يقدر يلعب العرضية، استنى وبيلعب العرضية حلوة على الدايرة، بيطلع على طول الدفاع، توصل تاني وتصويحة، وتصويبة حلوة والهدف التاني، وتصويبة حلوة والهدف التاني على طول. ادي بقى قيمة التصويب، طارق السعيد والهدف التاني لنادي الزمالك. ادي لقطة جميلة والهدف التاني لنادي الزمالك، طارق السعيد في الدقيقة 14. طارق السعيد هدف جميل وكرة سريعة، بقول الباصة، ادي هي جمال حمزة حضر، وطارق السعيد قوية قذيفة في الدقيقة 14، وهدف جميل لنادي الزمالك. هنشوف اللعبة دي تاني لما تتعاد، اهي وادي وش رجل طارق السعيد ورايحة في الزاوية. واشرف ممدوح كان جاب جول 3-1، كان في الدور الثاني، كان طارق السعيد من ضربة جزاء، وحسام عبد المنعم وحسام حسن وسعد متولي كان جاب هدف جول. هجمة تاني نادي الزمالك، حازم يا ولد فك المباراة، فك رجز المباراة، حازم إمام بتسديدة من بره منطقة الجزاء على طول بعنصر المفاجأة، محدش كان متوقع كده، كله توقع إن يعمل ثرو باس أو يعمل الباس على طول لجمال حمزة أو وليد عبد اللطيف، لكن حازم إمام هنا ذكاء اللعيب، هنا القدرات الفردية الخاصة للعيب، على طول حازم إمام بص للجول وحط جول حلو أوي، حط الكرة تتهادى، الكرة مش جامدة على فكرة، لكن بمهارة، بصوا حضراتكم أهو، هنا كله توقع إنه يباصي، لكن على طول شوفوا حضراتكم وهو باتجاه من كنت تجاوز خط المرمى او لم تتجاوز. ثاني تامر عبد الحميد لوليد عبد اللطيف، انما حلوه قوي من حازم، يا سلام لو جه جول ده يبقى تاريخي، لو جه جول يبقى تاريخي وجول تاريخي فعلا. حلوه جول حلو طبعا، غلطه الدفاع، ولكن المهاره يا جماعه، المهاره هنا بتصنع كل شيء، المهاره بتصنع كل شيء. هدف الاولاني بمهاره والهدف الثاني بمهاره، شوفوا حضراتكم المهاره والترقيصه ازاي في شبر واحد، في شبر واحد رقص حازم امام، ادي حازم امام، بصوا حضراتكم كلفته في شبر واحد، وادي انفرد وحطها له، هنا كانت تطلع بقى، حطها في نفسه بس المهاره. انا بقول لحضراتكم لو جاب جول هيبقى هدف تاني. جمال الكويه واستغلال المساحه وتامر، والهدف الاول دائما تامر عبد الحميد المنقذ في الوقت الصعب. يمكن الزمالك بقول لحضراتكم خطوطه مفتوحه، والمره دي بقى يعني خطا دفاعي وايضا من وسط ملعب غزل المحله، توغل تامر عبد الحميد وباقتدار يعني يمكن قريبه جدا من هدف في الرجاء، تغير اتجاهها ويبقى هدف الزمالك الاول في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 18. تامر عبد الحميد هدف في مرمى انبي وهدف في مرمى الرجاء، وادي هدفه في مرمى غزل المحله. غزل المحلة يتقدم الزمالك بهدف تامر عبد الحميد، اخترق تامر عبد، لكن اتقطعت من حازم امام، لعب على طول تامر عبد الحميد حقيقة يعني الجندي المعلوم وصاحب الجهد الوافر، وتصويبة وتغير اتجاهها في قدم احد المدافعين في الاعادة، شوفها مع حضراتكم، وادي حضراتكم هذا المرة دي، وجمال حمزة واللعب الفردي واختراق وحكم اللقاء وضرب الجزاء للزمالك بمهارة فردية من جمال حمزة ينجح في الحصول على ركلة جزاء يحتسبها حكم اللقاء حسن علي. ادي حضراتكم اهي مره ثانيه الاعاده، ادي جمال حمزه واشرف كابونجا، عدى جمال حط رجله اشرف كابونجا على طول لم يتردد الحكم حسن علي وركله الجزاء للزمالك. ادي حضراتكم اهي يعني جمال حمزه نجح باقتدار في حصول على ركله الجزاء بعد تدخل قوي من اشرف كابونجا.
حكم اللقاء حسن علي وانذار الاول في هذا اللقاء لاشرف كابونجا. انذار لاشرف كابونجا وركله الجزاء للزمالك في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 35. العتراوي حسام عبد العيد اللوزي يمكن الثلاثة يعني بيجيدوا اللعب في مركز محور الارتكاز ومكلفين بمهام في وسط الملعب، يمكن بدأوا بأداء يعني جيد في أول خمس دقائق وبعد كده فترة من التوهان والسرحان، وكان طبعا النتيجة الزمالك استغل المساحات دي وبيحصل على ركلة الجزاء. حازم إمام، وحازم إمام والهدف الثاني للزمالك، الهدف الثاني للزمالك، حازم إمام يتقدم للزمالك بالهدف الثاني في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 36، هدف لحازم إمام، وده الهدف على فكرة الثالث لحازم هذا الموسم، هدفين في مرمى جوردي والهدف الثالث لحازم. أدي حضراتكم حازم حطها بقدمه اليمنى في الزاوية اليسرى للسادة الأطراوي اللي راح ناحية اليمين والكرة على طول في نادي الزمالك بعكس الشوط الأول في رقابة كده بضغط مع لعيبة نادي الزمالك. ادي طارق على طول، وادي ضربة رأس وهدف جميل جدا الحقيقة، هدف رائع وتتويج لجهد هذا اللاعب جمال حمزة. جمال حمزة نجم المباراة النهاردة الحقيقة، جمال حمزة يقتنص هدف ثالث نادي الزمالك. طلع حلو قوي عرضية طارق السيد، والزمالك الحقيقة بقى يعني استغل بقى الفرصة واستغل التقدم في لا شيء، وبدأ يقدم بقى فنون كرة القدم نادي الزمالك زي ما احنا شايفين. الجماهير بقى سعيدة وأعلام وأيضا فانيلة المايسترو والإمبراطور حازم إمام. لكن شوف حضراتكم الجملة اتعملت حلوة قوي، أدي اللمسة من طارق السيد واللي عملها له جمال حمزة، زاد جمال حمزة حلو قوي ولمس الكرة وحطها في يعني الزاوية الضيقة حلوة قوي الكرة، أدي جمال حمزة يلمس حلو. الدقيقة الأولى الإسماعيلي والزمالك، بشير التبعي ضربة حرة أمامية من بشير، تعدي الكرة وفرصة للزمالك، الفرصة الأولى والهدف الأول في الثانية الأولى بعد بالظبط 39 ثانية. عبد الحليم علي يفتتح التهديف للزمالك، عبد الحليم علي عندليب الزمالك يغرد في استاد الإسماعيلية. استلم الكرة عبد الحليم داخل منطقة الجزاء وبعد 39 ثانية بالظبط يحرز هدف هو أسرع أهداف الدوري هذا الموسم على ما أعتقد. بشير التبعي هنشوف القعدة مع حضراتكم، ادي بشير الكرة الطويلة من بشير التبعي، عدت الكرة دخلت جوه منطقة الجزاء، كان في غلطة هنا شوف مدافع اللي تشوف عماد النحاس، استلم عبد الحليم وحط عطية صابر في ظهره كويس قوي والغمزة، والدقيقة الأولى والهدف الأول لعبد الحليم علي عندليب الزمالك. يبدأ وصلته ويبدأ تغريده في استاد الإسماعيلية هنا، عندليب الزمالك عبد الحليم علي والهدف الأول، هدف من أسرع الأهداف القوية. عبد الحليم علي فوتها كويس قوي عبد الحليم من عطيه الصابر، عبد الحليم وعطيه رجع لما نفسه تاني عطيه وعايز يضغط كده من بعيد، عبد الحليم عملها عرضيه تاني في منطقه الخطوره، جمال حمزه الاستلام يفرق، استلم جمال ومره تاني فرصه في منطقه الخطوره وعرضيه هوبا والهدف الثاني، الهدف الثاني للزمالك بالفعل حازم امام، حازم امام، حازم امام الموهوبين 27 سنه حازم، وبالفعل لكن الهدف صناعه مين بقى؟ في البدايه نقول عبد الحليم علي ثم جمال حمزه ثم الختام الرائع من حازم امام في عز هجوم الدراويش وفي عز الاعصار البرتقالي، هجمه مرتده للزمالك يقودها عبد الحليم علي، نقلها بالعرض لجمال حمزه وجمال حمزه تمريره سحريه المره دي. راضي عن الاداء ولا عن النتيجه طبعا، تقدم للزمالك، عبد الواحد في الشمال جميل قوي جمال حمزه 3 على 2 جمال حمزه، شبه استسلام كده من لعيبه الاسماعيلي ومدرسه الزمالك تفتح ابوابها من جديد، والهدف الثالث الرائع مدرسة الزمالك تعيد فتح أبوابها رغم أجازة نص السنة، لكن مدرسة الزمالك شغالة يا جماعة. الهدف الثالث ده هدف جميل جدا، ليه؟ بقول لحضراتكم كان في شبه استسلام ويأس كده، طبعا لا يوجد استسلام ولا يوجد يأس مع كرة القدم. اثنين لعيبة فقط من الإسماعيلي في مواجهة ثلاثي الزمالك جمال حمزة وعبد الحليم علي ومحمد عبد الواحد، تسديدة عبد الواحد تخبط في محمد صبحي والارتداد والمتابعة كان علي خالد الغندور، والغندور مقرب على الارض لعبد الواحد، بيتقدم عبد الواحد يبحث عن منفذ كده مفيش اوف سايد، جمال حمزه وفرصه الهدف اللي مش ممكن وفرصه لسه جول 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 عبد الحليم علي يفتتح التهديف
في هذا اللقاء، لكن صناعة مين؟ صناعة جمال حمزة. فأول فرصة وأول ظهور ومتحرر من الرقابة هو جمال حمزة، انفرد وحطها لسوء حظه تخبط في القائم. لكن المتابعة الجميلة بقى من عبد الحليم علي عند ليب الزمالك، عند ليب الزمالك يفتتح التهديف في هذا اللقاء عبد الحليم علي. 1-0 الزمالك والمصري. ادي الكرة خبطت في القائم، والله يعني كان في مباراة من يومين كده بالظبط، الارسنال وفولهام. لقينا اولا ثم تونس ودية تخب الاول نوال حركة موريشس. الدولة هي استأنف ان شاء الله بلقاء القمة اهلي والزمالك 4 ابريل. ادي طارق السعيد والعرضية وحسام حسن. ادي حسام حسن المتخصص في التاريخ مرمى الاتحاد، كرة عرضية حلوة قوي الحقيقة من طارق السعيد وحسام حسن. حقك تفرح، حقك تسعد بهذا الهدف الجميل، وراح يشكر بقى الجماهير الوفية الحقيقة اللي وقفت معاه. حسام حسن بيتجه لجماهير الزمالك، وادي حضراتكم اهو يعني ابلغ رد على هذا الوفاء من هذا اللاعب والعطاء المستمر، يعني عطاء مستمر لهذا اللاعب. غاب عن المباريات يمكن اكثر من 50 يوم تقريبا، مباراة لاتسيو، عاد في المباراة السابقة اخر مباراتين، واداؤه النهاردة هو بيتحسن في هذا اللقاء. ويعود حسام حسن كما عهدناه عميد لاعبي العالم في فترة من فترات وكبير الهدافين في كرة القدم المصرية، وضربة رأس ايه بقى، رأس الخبرة، رأس الحكمة. وحسام علي وخطأ لصالح نادي الزمالك، الخطأ للزمالك. حسام عبد المنعم يلعب على طول حسام لجمال حمزه، وسط زحمه كده اتلعبت حلوه قوي من حسام وجمال حمزه، والهدف الثاني، الهدف الثاني نادي الزمالك. حسام حسن لمسه حلوه جدا الحقيقه، يمكن 70% من الهدف وصل جمال حمزه بقى، اللاعب الصغير النشيط المهاري حطها حلوه جدا. لحظه خروج يوسف طاهر، اخطاء دفاعيه قاتله الحقيقه من نادي الاتحاد في هذه المباراه. وادي طبعا الغائب الحاضر حازم امام صاحب المهاره، وفي هذه اللحظات جمال حمزه في الدقيقه 30 يرفع نتيجه اللقاء 2-0 للزمالك. جمال حمزه في الدقيقه 30، جمال حمزه رابع هدف على فكره لجمال حمزه في الدوري العام، وانضم لمنتخبنا الاول مع كابتن محسن صالح. وادي حسام حسن لمسه حلوه جدا الحقيقه، وبدات الكره من حسام عبد المنعم اهي لجمال حمزه لحسام حسن، لمسه حلوه قوي، هات وخد حلوه قوي الحقيقه. وجمال حمزه بقى المره دي حطها بالعقل وبالمهاره العاليه اللي عنده، يلحق ما يلحقش. جمال حمزه 306 هدف في الدوري العام حتى الان، وبالهدفين دول يبقى 308 هدف، متوسط التهديف حوالي 2.4 هدف في اللقاء. وادي محاوله وفرصه هدف ولا اهداف بقى، وعسيره، ولكن هدف الحقيقه حكم اللقاء هنا رضا البلتاجي، وفرحه لاعبي الزمالك، واشار الى دائره المنتصف. وجمال حمزه يعني الحقيقه بيستفيد النهارده بمشاركه الخبره، بيشترك طبعا حسام حسن، بيعيد القوه الهجوميه للزمالك، يعيد الاتزان الهجومي. وجمال حمزه الحقيقه بقى هو النهارده الهداف، لعبت حلوه قوي من طارق السعيد. ادي حضراتكم الاستلام، كعب الجميل من اللاعب يعني اقول لحضراتكم حسام حسن اداؤه لا يحتاج لتعليق. شوف حضراتكم الكعب ادى الهديه لمين؟ لجمال حمزه. وجمال الحقيقه بقى المنطقه اللي قلنا حضراتكم عليها، وان كان طبعا يعني مقاولين عاشر 24 نقطه، والبلديه تاسع برصيد 25 نقطه، يمكن دولت الفرق القريبه، ولكن طبعا يعني اتمنى كده الجميع يأدي بشير. واطلق قذيفه، قنبله حاطت حلوه جدا، وهدف قوي جدا نادي الزمالك. الكره بقى المره دي بشير التبعي في هذه اللحظات يحرز هدف قنبله لنادي الزمالك، الهدف الرابع. اقول لحضراتكم المباراه يعني من جانب واحد مباراه سهله، نادي الاتحاد يعني عكس اللي شفناه في المباراه السابقه، وبشير التابعي قنبله حاطط كره ايه، طبعا خطا في الحائط البشري، وايضا خطا من الحارس، والكره تسكن الشباك. شوف حضراتكم الكره راح متوجهه ايه، ولكن غيرت اتجاهها والله في ابراهيم الشايب رقم 26، وتسكن الشباك من على بعد ايه. وادي بشير وحسام حسن، ولكن بقى القائم الايمن يتعاطف مع يوسف طاهر ومع نادي الاتحاد. شيكابالا وضربه راس، وهدف لنادي الزمالك. حسام عبد المنعم
بقول لحضراتكم بقى نادي الاتحاد والفرص تتوالى والقائم رد كرة حسام حسن، لكن حسام عبد المنعم بقى من ضربة رأس ينجح في التقدم للزمالك في الدقيقة 40 من الشوط الثاني وتبقى النتيجة 5-0 خماسية للزمالك في هذا اللقاء. وحسام عبد المنعم، حسام عبد المنعم أول هدف لهذا الموسم في المباراة رقم 10، لكن مين الهدف اللي عمله؟ شيكابالا، لكن لمست والله برضه رأس أحد مدافعين نادي الاتحاد. شوف حضراتكم بتلمس هنا، بتلمس أحد المدافعين وتصل إلى حسام عبد المنعم والقائم الأيمن طبعا يعني كان ليه دور برضه في هذا الهدف. أدي حضراتكم تعدي الكرة وضربة رأس. وأهم مرة تاني طارق السيد لسه مع الكرة وجوه المنطقة والتسديدة وحسن علي وضربة جزاء. ضربة جزاء للزمالك بعد محاولات من طارق السعيد ومحاولات من كل لاعبي الزمالك. حسن علي يحتسب ضربة جزاء، لكن مش نتيجة عرقلة بقى ولا نتيجة حاجة، نتيجة لمسة يد. لمسة يد جوه المنطقة تبقى ضربة جزاء على طول. بينالتي في وقت حرج جدا الدقيقة 35. ادي طارق السعيد على حسين شكري، على حسين شكري. هل فيها تعمد؟ ما فيهاش تعمد. حسن علي يبعد بالظبط 5-6 ياردات وقريب جدا، والقرار قرار هذا الرجل وحده، الرجل اهو حسن علي اللي لابس اصفر اللي في الملعب ده هو الوحيد القادر على الحكم. وهي يعني القرار في ضربة الجزاء بالذات تقديري للحكم وحسن علي تقديره ان فيها تعمد من حسين، وضربة جزاء للزمالك وفرصة للتهديد. على فكرة كان المفروض مصطفى فتحي يغير فانيلته لانها متشابهة مع فانيلة حسن علي، يعني ملحوظة كده، المفروض كان غير فانيلته مصطفى فتحي. ضربة الجزاء للزمالك والفرصة والهدف الاول، الهدف الاول للزمالك يحرزه طارق السعيد، تسبب في ركلة الجزاء وتسبب في الهدف الاول طارق السعيد، ويتقدم للزمالك طارق السعيد بهدف في الدقيقة 36 وأول أهدافه مع الزمالك منذ عودته مرة أخرى من رحلة الاحتراف. توقيفة حلوة، ستايله زي حازم إمام، والهدف الأول جول جميل 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 من محمد أبو العلا. لكن الإخراج جمال حمزة، الإخراج جمال حمزة، والإنتاج محمد أبو العلا يعطي الإذن لقدمه اليسرى لتظهر في الأضواء. أول جول يجيبه محمد أبو العلا هذا موسم نادي الزمالك. شوف جمال حمزة بيعمل، يا سلام على التمريرة البينية ويا سلام على المتابعة الجميلة والجد في الموسم. ودي هجمة تانية وليد، والجول الثاني يا جماعة ده سيمفونية رائعة. جمال حمزة يتألق ويتجمل ويبدع في هذا اللقاء، ولكن الإخراج وسلام بس الفعل بنروح محل بينه وبين مفتوح، لكن شوف المهارة، شوف المتابعة، شوف الكرة الجميلة، شوف نوعية اللعب. يا سلام على الكرة وحلاوتها، يا سلام على الكرة وإثارتها، يا سلام على الكرة ومتعتها. لما تبقى في كرة سهلة سريعة بعيد عن الزخرفة والتعيين بنستمتع بيها، بنستمتع بيها. الجول الثاني الدقيقة 18، يعني شوف خدها ماشي كويس أوليد زي وعملها ما فيش إنانية وكربونة من الجول الأولاني. ده عمله جمال حمزة لأبو العلا، ده عمل وليد صلاح الاخراج والمخرج وليد صلاح. شكلها حلو الكره وهي بتزغرط جوه الشباك، احنا بنحب الاجوال. وهجمه ثانيه اهي اهي، شوف حطها، يا سلام جول جميل جدا جدا. عدهولنا لسه الكره مع صديق لجمال حمزه داخل منطقه الجزاء، عايز يعدي جمال، والتصويبه حلوه من جمال واحلى من غريب حافظ، وممكن وجوه الجول. هوبا 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 جوه الجول. وليد صلاح عبد اللطيف، هوبا 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 جوه الجول. وليد صلاح عبد اللطيف، ولا هدف الاول لنادي الزمالك. لسه بقول لحضراتكم يعني اداء اقل كثير لنادي الزمالك، لكن يستطيع وليد صلاح عبد اللطيف العائد من الاصابه ان يحرز الهدف الاول في هذا اللقاء في الدقيقه 25. هادي جمال حمزه
تصويبه حلوه لكن غريب حافظ ومتابعه جيده جدا والله من جمال حمزه وخطا من اسامه رجب. وليد عبد اللطيف يعني مهاره حلوه جدا عرضيه ممكن جمال حمزه بيحاول لوليد عبد اللطيف وفي منتهى الخطوره وليد صلاح عبد اللطيف اعزائي المشاهدين يعلن عن نفسه مش ممكن هذا الهدف الجميل. وليد صلاح عبد اللطيف جوه الجول والهدف الثاني حلاوه ايه وجمال ايه ووليد ايه النهارده نجم النجوم والهدف الثاني وليد عبد اللطيف والهدف الثاني اعزائي المشاهدين بعد ايه بعد دقيقتين وليد عبد اللطيف يعلن عن نفسه داخل المستطيل الاخضر. محمد صديق اخترق كويس جدا ولعب عرضيه جمال حمزه شوفوا جمال حمزه بقى والمتابعه من جمال حمزه حطها حلوه 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 لوليد عبد اللطيف وادي وليد صلاح عبد اللطيف حاططها جميله جدا 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 بمهاره كابتن مدحت عبد الصبور دكتور عبد الله جورج ذو الفقار الجمل ومحمد السيد وليد عبد اللطيف احمد صالح والعرضيه وطارق السعيد هوبا جوه جول هوبا 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 جوه جول وطارق السعيد هدف سعيد لطارق السعيد والجماهير السعيده امام حضراتكم طارق السعيد وجمهور سعيد جدا 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 طارق السعيد وهدف سعيد لجماهير نادي الزمالك تصويبه رائعه وادي بقى الاعلام البيضاء اعزائي المشاهدين وشوفوا بقى طارق السعيد استلام ايه من طارق حط على القدم اليسرى وتصويبه زاحفه ارضيه صاروخيه تسكن الزاويه اليسرى يمكن معظم المباريات فيما عدا مباراه انبي الاولى وسلاح الحدود اللي في اسكندريه الزمالك عمل متوشة على مستوى محترم جدا ومباريات فيما عدا مباراه انبي الاولى وسلاح الحدود اللي في اسكندريه الزمالك عمل متوشة على مستوى محترم جدا وعايز اقول حاجه علي سالم نبيل حسام ونبيل حسام ويضغط عبد الحليم علي منتهى الخطوره ماشي عبد الحليم هوبا ولسه في خطوره وجمال والهدف الاول وجمال حمزه والهدف الاول خطا من نبيل حسام لا يغتفر خطا كبير جدا ويستغله عبد الحليم علي وتصويبه انما يصدها على طول المتالق وسام اسماعيل لكن ترد تاني لعبد الحليم علي ويحطها عرضيه للمتقدم او اللي جاي من خلف جمال حمزه يركنها في بطن رجله بمعلمه الحقيقه جمال حمزه ويحرز هدف الزمالك الاول في الدقيقه 32 من زمن الشوط الثاني 1-0 وادي جمال حمزه طبعا يعني الراجل كان عانى كتير جدا الحقيقه في الفتره اللي فاتت انما النهارده بيصالح جمهوره ويصالح نفسه ويرد الثقه لنفسه ادي الكره الحلوه من عبد الحليم علي وعبد الحليم اطمئنش في الثانيه حطها لجمال وجاي جمال حمزه وعلى طول بط رجله كان متحرك وسام اسماعيل يحرز الهدف التقدم لنادي الزمالك 1-0 نادي الزمالك في الدقيقه النتائج لما اقول لكم نتيجه فرصه اقول لكم عليها والكره عرضيه حسام جول يا حسام يا حسام يا حسام يا حسام له سحره وبريقه داخل مربع العمليات يا سلام كبير الهدافين واهداف حسام حسن لها مذاق خاص يعطي الاذن لراسه لتظهر في الاضواء حسام حسن يا الروعه يا الابداع يا الحركه يا النشان يا سلام يا حسام يا حسن يا ابني مهما قلت مش هديك حقك يا سلام لازم استنساخ حسام حسن يا جماعه لازم استنساخ هذه الظاهره الكرويه حسام حسن في الدقيقه 24 يعطي التقدم لنادي الزمالك استنساخ حسام حسن ملوش حل ده حكايه كرويه وقصه كرويه حسام حسن يا سلام بيطير بالوضع جميل جدا جدا قنبله قنبله حسام حسن حسام حسن براسه يحط الزمالك في المقدمه يا
الكوره وحلاوتها، يا على الكوره وايثارتها، يا على الكوره ومتعتها. شوف شوف حسام بيعمل ايه، منين؟ من عند ال 12 يارده، يعني مش قريبه، وبيطير حسام حسن وبلغه الهداف بيحط كوره انها تكون مغلوبه. تحت شعار الند للند، الفريقين بيقدموا لنا رجيم قاسي لماتش النهارده. هيحصل ايه؟ الماتش حلو والاهداف بتيجي في اوقات غير متوقعه، وده اللي احنا بنقوله. الناس تسالك لما تشوف الكره دي هتعمل ايه؟ يا العظمه يا العظمه يا الفكر يا عبد الحليم، لسه بقول لحضراتكم يا الفكر يا عبد الحليم يا علي، واللمسه السحريه الجميله بلغه الهداف عبد الحليم علي، لسه ما لحقش النادي الاهلي يتهنى في الدقيقه 8، وعبد الحليم علي يشعل كل سموع الاثاره في ماتش النهارده. عبد الحليم علي وهو المتحدث الرسمي لخط هجوم نادي الزمالك، واخر حبات عنقود الموهوبين في التهديف في الكره المصريه. عبد الحليم علي احد حبات عنقود الموهوبين في التهديف. عبد الحليم علي شوف الفكر العالي، لا حسام بنظره، شوف نظره جميله جدا وبحس كروي غير عادي عملها له لبه لبه، وحسام وعصام الحضري قدام وعبد الحليم علي الهدف الثاني. عبد الحليم فعلا يعشق كل جميل، على راي الست ام كلثوم اي حاجه حلوه الجمهور ذواق، اللعيب الموهوب اللعيب المهاري هي متعة جماهير كرة القدم. بتشوط بتير التبعي وجول، وجول جميل، مش معقول مش معقول، جول جميل جمال حمزة، لسه بقول لحضراتكم القلب يعشق كل جميل، والإشعاع الكروي لجمال حمزة في هذه اللقطة في الدقيقة 40. أحبائي الكرام، جمال حمزة يدافع عن تألقه وعن مهاراته الخاصة ويجي يحط الجول الثالث لنادي الزمالك. شوطة قنبلة قنبلة بيشوطها بشير التبعي، بترجع من عصام الحضري، تلاقيها الموهوب الموهوب جمال حمزة والسهم الزئبقي جمال حمزة، ويحطها ببط رجله في الزاوية الضيقة، بيقول لها روحي مطرح ما بتروحي كل مرة، لأنه جاب جول قد كده. أشوف الكرة اتشاطت، لكن الإخراج بشير بشير التبعي ياخد نص الكحكة، بشير التبعي نص الكحكة، و جمال حمزة ياكل بقية الكحكة. الهدف الثالث الهدف الثاني ونادي المقاولين بالناقص الكبير اللي بيلعب بيه ويلعب قدام نادي الزمالك. لجمال حمزة هدف جميل بمجهود فردي من جمال حمزة من الثرو باس حلو ليتقدم نادي الزمالك 1 والمقاولين نشر. جمال حمزة بيعدي النفس وبيعدي ويحطها من فوق احمد صابر ويسجل الهدف. مراوغة الحقيقة ومهارة اهو يعديها ويهوش احمد صابر لما وصلت. وائل لجمال حمزة، جمال حمزة يا حليم علي يا حليم، وبيحط الكرة الثانية. يا ولد يا عبد الحليم، يا ولد يا عبد الحليم، يا ولد يا عبد الحليم، 10/10 يا عبد الحليم. ملعوبة حلوة حلوة حلوة. نقدر نقول ان عبد الحليم بيغني ويغرس ويحرز الهدف الثاني في الدقيقة 27. عبد الحليم عبد الحليم علي بيحرز الهدف الثاني باقتدار، يعدي من احمد صابر، وفي الدقيقة 27 من الشوط الثاني. لعبة حلوة
لجمال حمزة. جمال داخل داخل جمال داخل جمال داخل جمال يلعبها بالعرض. الجول الثالث حسام حسن. يا ولد ولد 10 على 10 جمال حمزة و10 على 10 حسام حسن. لكن جمال حمزة اكثر. جمال حمزة لعبها بالعرض حلوة حلوة حلوة. الجول الثالث حسام حسن بيحرزه في 44 من الشوط الثاني. حسام حسن يحرز الهدف الثالث. نفس اللاعبين اللي احرزوا اهداف نادي الاهلي حسام حسن وجمال حمزه وعبد الحليم علي. 3-0. حلوه حلوه حلوه. جمال حمزه لعبها اهو بالعرض 10 على 10 يا جمال. ماشي جمال ولعبها بالعرض حلوه وبيقابلها الهداف والقناص حسام حسن برجله الشمال على طول ليحرز الهدف الثالث. نلعب على طول. حسام عبد المنعم يديها في اليمين لاحمد صالح. احمد صالح و حلوه 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 حلوه. يا 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 جول تاريخي لحسام حسن. جول تاريخي والله يا حسام يا حسن. اهدافك دي تتعمل في شريط كده وتدرس في تاريخ الكره المصريه. حسام حسن. بصوا حضراتكم للتشيب باس او الكره البينيه الجميله من احمد صالح. شوفوا استقبلها ازاي. حسام حسن كان جاب جول زي ده بالظبط صوره طبق الاصل في نهائي البطوله العربيه. خدعت عبد الباقي وتوصل لابو العلا وهيلعب عرضيه والعرضيه من جمال حمزه. انما جمال حمزه وضربه جزاء. ضربه جزاء اهي الكره اهي. ادي جمال حمزه لعيب مراوغ ومهاري ومميز جدا. هو اهو معاه محمود بيومي وادي حط رجليه وعدت الكوره. يبقى ضربه جزاء بدون تردد في الدقيقه 12. الجماهير بتقول حسام ويبدو ان الجهاز الفني محدد ان وائل الاباني. فمين اللي هيشوط؟ هنشوف. ادي جمال حمزه وادي ضربه الجزاء. له ثلاث اهداف مع نادي الزمالك الموسم ده كلها بضربات جزاء. وادي بيحط الهدف الثاني وهدفه الرابع هذا الموسم وائل الاباني. وائل الاباني بيزيد رصيد نادي الزمالك الى هدفين في اول 13 دقيقه من هذا اللقاء تقريبا 10. وعلى طول ادي وائل الاباني بيحط الهدف الثاني من ضربه جزاء. مكان كويس جدا لنادي الزمالك. الكور دي بتبقى زي ضربات الجزاء. وحسام والهدف الثاني. الهدف الثالث لنادي الزمالك. بقول لحضراتكم زي ضربات الجزاء. وحسام حسن يا جماعه النجم نجم والكبير كبير. حسام حسن بيضيف الهدف الثالث لنادي الزمالك والثاني ليه في هذا اللقاء. كل الارقام القياسيه للكره المصريه. ادي شوطه حسام مسجله لحسام حسن الا رقمين. ثاني حسام عبد المنعم. حسام عبد المنعم بيلعب عرضيه وحسام والهدف. الهدف اللي عمله حسام يا جماعه. الهدف ده اللي عمله حسام. الهدف الرابع لنادي الزمالك. شوفوا حضراتكم حط ازاي طارق السعيد في مواجهه المرمى. الراجل ينفخها. شوفوا حضراتكم حط داس على كورته ازاي. خد المره اللي فاتت كده ولف بوسطه وحطها في الجول. المره دي لا. المره دي قال طارق السعيد في مكان احسن مني عدلها. شوفوا حضراتكم حسام اهو ادي اللفه بتاعت حسام عايز يعدلها لنفسه. اتمسك شويه جاي له طارق سعيد من ورا سابها له وحط طارق سعيد الهدف الرابع لنادي الزمالك. الزمالك وغزل المحله زي ما قلت اعزائي المشاهدين دايما مباريات عامره بالنجاح والنديه. جمال حمزه بيهرب من الرقابه بيلعب العرضيه على الدايره ولسه الكره في اللعب وتاني محاوله وهدف محمد عبد الواحد والمقدمه البيضاء لنادي الزمالك. محمد عبد الواحد بكاس اللي بادي فيه وبيجيب الهدف الاول لنادي الزمالك. جمال حمزه تحرك من اليمين حلو واتلعبت على الدايره وادي اهي توصل على طول محمد عبد الواحد ياخدها ومباشره على طول على يمين الاسراوي والهدف الاول لصالح نادي الزمالك. ادي اللعبه تاني اهي 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 وادي اللي واخد محمد عبد الواحد وشايط وعلى يمين الاسراوي والهدف الاول لصالح نادي الزمالك. محمد عبد الواحد لسه في اللعب ويطلع تاني محمود ناحيه الشمال لطارق السعيد. طارق السعيد
طارق، وطارق عايز يلعب العرضية، والعرضية الناحية الثانية جمال حمزة، والهدف الثاني جمال حمزة، والهدف الثاني جمال حمزة، والهدف الثاني لصالح نادي الزمالك. لسه ارتباك في غزل المحلة، وجمال حمزة يستقبل كرة طارق السعيد ويحطها على يمين سيد الأسراوي، الهدف الثاني لنادي الزمالك في الدقيقة 13. جمال حمزة والهدف الثاني لنادي الزمالك. ادي كرة طارق السعيد، استلم طارق، ادي طارق، وادي العرضية الناحية الثانية، ضربة بيد الدفاع كله، وجمال حمزة على يمين سيد الأسراوي. 2-0، هدفين في أول 14 دقيقة، لكن سيطرة بقول من البداية نادي الزمالك، وادي اللعبة، وادي كرة جمال حمزة، والهدف الثاني على طول لصالح نادي رايا مجدي كامل، وصفارة على طول رضا البلتاجي، والفاول لصالح نادي الزمالك. أحسن من الضربة الركنية من مكان مميز، وهنشوف هتتلعب ازاي. رايح لها تامر عبد الحميد، هو اللي هيلعب. تامر أحمد صالح هو اللي رايح، أحمد صالح هيلعب من ناحية اليمين، أحمد، وأحمد صالح بيلعب العرضية، وصديق، وهدف، وهدف محمد صديق، محمد صديق خطف، والهدف الثالث لنادي الزمالك في الدقيقة 20، في الدقيقة 20 محمد صديق، والهدف الثالث لنادي الزمالك. 3-0، أدي محمد صديق، وهدف محمد صديق على يمين بيلعبوا طبعا براس حرب علشان هو من الهدافين، وجوه الجول، جوه الجول، حسام عبد المنعم، حسام عبد المنعم هو مميز قوي في ضربات الراس. جون جميل، جون جميل، غلطة كبيرة جدا من محمد صبحي، خرج بدري قوي قوي، راح طالع على طول حسام عبد المنعم يجيب جول. ايه لا لا والله، ده يمكن محمد صديق، ده محمد صديق، محمد صديق هو اللي طلع. حسام الاثنين، حسام عبد المنعم، جميل 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 يا عالكرة دي، كرة حلوة قوي الكرة اللي فاتت، وطلع لفوق، كان غلطة زي بقول لحضراتكم من محمد صبحي، لكن عملها حلو حلو حلو. شوف بقى الغلطه، خرج بدري قوي اهو، والهدف حد الخميس ده احمر، ويحاول ان هو يلعبها، لكن كانت الكوره جوه جون، وسيد معوض يحاول يطلعها تخش جوه جون. جون جميل، جون جميل، جون جميل، جون جميل حقيقه، يعني جون جميل، جون جميل، بضربه راس حلوه جدا من حسام عبد المنعم. حسام عبد المنعم